كل سنه وحضراتكم جميعا بخير. تعودنا في عيد القديس الانبا ابرقام نضم خداما للكنيسه بتدشين اباء جدد. الحقيقه كنا نتمنى يكون العدد أكتر من كده بكتير. إحنا محتاجين لا يقل عن 15-20 أب كاهن عشان تبقى المنظومة مظبوطة. إحنا عندنا 130,000 تقريبا، عندنا 126 أب كاهن، فعشان يبقى متنظمة كل أب في حدود 1,000 يخدمه ويرعاه، يعني الآباء الكهنة الكبار في السن والمرضى بنعفيهم من الافتقاد والخدمة، حتى الاعتراف ما بيقدروش. عندنا 10، فكده علشان يبقى العدد مظبوط محتاجين 20 أب كاهن. بصلواتكم ربنا يبعت، صلواتكم ربنا يبعت، وبصلوات أبائنا الأسخفة ربنا يبعت خدام لحقله، وربنا يبارك في الثلاثة الجداد ويبعت لنا 15 بعدهم بصلواتهم إن شاء الله. ثلاثة هيترسم كاهن لكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بن أليفة، وكاهن لكنيسة السيدة العذراء بالفيوم، وكاهن لكنيسة السيدة العذراء بفيديمي. تفضلوا نصلوا أبانا الذي في السماوات. أرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. سياسة ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تفضل سيدنا صلاة الشكر. تفضل تفضل يا سيدنا تفضل. صلاة الشكر. شليل ايه خطيت سمن ايه هنا اه سي تو ما ارنج بهم تنتط من جويز او بنت بن ستي ريسوس بخريس او جافر اسكوبان نكون في روسر اف شفت نفتي تدنا في تشاري طي وانو صاي ان سوف وان مار بس وفاي نمن هو تيرن تيبن اون خين هرين نفن جو بن تكرا تورب شوي سبن نوتي كريالا شايس ابن نوتي بن تكرات ورفيوت بن شايس وبن نوتي بن سوتير يسود بخريستو نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أنك سترتنا وأنتنا حبستنا قبلتنا ليك أشفقت علينا وعددتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع خوفك
كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار. قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن هؤلاء المتقدمين إلى الكهنوت وعن ديرك وعن هذه الكنيسة. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت يا رب الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. الأخوة قبل التعهد يضربوا مطانية للمذبح ومطانية للآباء الأساقفة ومطانية للشعب، وبعدين يرددوا التعهد مع أبونا بولا وكيل المطرانية لمركز بشواي ومركز يوسف الصديق ومركز النزلة ومركز إبصر. أنا غير المستحق المدعو لنعمة الكهنوت على المسبح المقدس في كنيسة الله المقدسة الجامع الرسولية بكنائس إبراشية الفيوم المحبة للمسيح. أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة وأمام ملائكتي وقديسي وأمام أبي المطران نيافة الأنبا إبراهام وأمام أباء الأساقفة نيافة الأنبا أرميا نيافة الأنبا صليب نيافة الأنبا توماس نيافة الأنبا أرشليدس
وكل الشعب بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وأنا أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها، وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب الإيمان السليم وقيادته في حياة القداسة والبر، وأكون أنا نفسي قدوة لهم في كل عمل صالح، وأتعهد بأن أحب الرعية وأعاملها بالرفق والحكمة، وأبذل ذاتي في افتقاد الشعب والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتي، وأن أبحث عن الضال وأسعى لرده، وأجمع خراف الله المتفرقة ولا أغفل عن العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم أحد يذكرهم، وأن أكون طويل الروح واسع الصدر في معاملة الناس، ولا تكون لي منهم جماعة مختارة، بل أهتم بالكل، وأتعهد بأن أضع صالح الكنيسة فوق كل اعتبار، وأن أبعد عن محبة المال وعن محبة النصيب الأكبر، ولا أتعالى على الشعب ولا أهملهم ولا أكلفهم بما لا يطيقون ولا أأمرهم بما يخالف وصية الرب، ولا أرفض التائب إذا رجع، ولا أقصر في خدمة أحد منهم، وأتعهد بأن أخضع لرئاسة الكهنوت ممثلة في قداسة البابا البطريرك الأنبا توادرس الثاني ونيافة الأنبا إبراهام مطران الفيوم وآباء الأساقفة الحاضرين الأنبا أرميا والأنبا صليب والأنبا توماس والأنبا أرشليدس، مع احترامي وتوقيري لشركائهم في الخدمة الرسولية الأباء المطارنة والأساقفة، وأطلب من الرب أن يهبني قوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت الجليل. صلوا عني يا أبائي وإخوتي القديسين، هامطان يا لكم جميعا. أيها الرب إله القوات الذي ادخل نصيب هذه الخدمة الذي يقيم فهم البشر ويفحص القلوب والكل، أسمعنا بكثرة رأفتك ونقنا من كل دنس الجسد والروح، مزق سحابة خطايانا وظلمنا مثل الدخان، املأنا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل الروح القدس، نكون مستوجبين لخدمة هذا العهد الجديد لكي نستحقق باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس وأن نخدم كهنوت سرائرك المقدسة، ولا تدعنا نشترك في خطايا غريبة بل أمح التي لنا، وامنحنا يا سيدنا أن نصنع المائلات بل هب لنا معرفة لنقول ما ينبغي، وندنو إلى مذبحك المقدس واقبل إليك القسيسية الكاملة التي ستصير لعبيدك الواقفين منتظرين موهبك السمائية، لأنك صالح وكثير الرحمة لكل من دعاك، لأن سلطانك قوي مع ابنك الوحيد والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدهور كلها، آمين. كريالايسون كريالايسون.
نعمة ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا بمسرة الله الآب والروح القدس تحل على عبيدك هؤلاء الداخلون بخوف ورعدة وتواضع قلب إلى المذبح المقدس جاسين ورافعين قلوبهم إليك أيها الساكن في السماء منتظرين مواهبك السمائية لينتقلوا من طقس الشماسية إلى رتبة القسيسية في بيعة الله المقدسة والمذبح الطاهر اطلبوا كلكم لكي تحل عليهم موهبة الروح القدس أمين اجعلهم مستحقين لدعوة القسيسية لكي باستحقاق من قبل محبتك للبشر يستحقوا اسمك القدوس ويتعبدوا لك ويخدموا مذبحك المقدس ويجدوا رحمة أمامك لأن الرحمة والرافة من قبلك يا الله ينبغي لك المجد أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الدور كلها آمين السيد الرب الإله ضابط الكل خالق كل أشياء بكلماته الذاتية المعتني بالكل من قبلك أيضا أيها المتطلع في كل حين على بيعتك المقدسة وينميهم ويكسرهم ويقويهم ليقبلوا الأتعاب بالقول والفعل انظر على عبيدك هؤلاء الذين أسلموا للقسيسية بحكم وتزكية الذين قدموهم في الوسط املأهم من الروح القدس والنعمة والمشورة وتقواك ليعضدوا ويدبر شعبك ويدبر شعبك بقلب نقي كما تطلعت على شعبك الذي اخترته وأمرت عبدك موسى أن يختار له مشايخا هؤلاء الذين ملأتهم من الروح القدس غير المصنوع المنبثق منك نعم يا رب اسمع نطلب إليك أن تحفظ فينا أيضا الروح القدس الذي لنعمتك غير المصنوع لمنح الروح القدس حكمتك ليمتلئوا من أعمال الشفاء وكلام التعليم ليعلموا شعبك بوداع ويتعبدوا لك بطارة وفكر نقي ونفس منسحقة وليكملوا أعمال الكهنوت على شعبك أما الذين يقتربون لي أيضا فليجددهم بحميم الميلاد الجديد وأنا أيضا طهرني من كل خطية غريبة واعتقني مما يجب علي من ذاتي بوصف ابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي لك المجد والإكرام والعزة السود مع فيك الصلاة الآن وكل أوان وإلى دار كل آمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون اطلع يا رب علينا وعلى خدمتنا طهرنا من كل دنس ارسل من السماء نعمتك على عبيدك هؤلاء لكي يستحقوا من قبلك أن يكملوا كهنوتك وغير أعوجاج ليفوزوا بمراحمك مع الذين أردوك منذ البدء لأن الرحمة كان بإرادتك يليق بك الإكرام من كل أحد والسجود أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر دور أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين آمين رويس قسا على المذبح المقدس
قدسا على المذبح المقدس الذي لبيعت الله المقدسه بالكنيسه الشهيد العظيم مالك ارز بن اليفا خانفران فيوت مشيرا بفنوما سوافز مروت ديف نوت فيوت بيبان تكراتو امين از مروچ منوگانی سنشیری سوز بیرسوز بنشویس آمین از مروچ تنشای به منوگانی سنشیری سوز بیرسوز بنشویس آمین از مروچ تنشای به منوگانی سنشیری سوز بیرسوز بنشویس كنيسة الله المقدسة أمين آمين بابلوس قسا على المذبح المقدس الذي للبيعة الله المقدسة بكنيسة السيدة العذراء القديسة مريم بفيديمين خنفران بيوتنا من شيرين بفنوما سوفز مروتن جيف نوت بيوت بيبان تكرات آمين بس مروج منوغانيس انشير ريسوس بيريسوس بن شويس آمين بس مروج تنجي بمنوغانيس انشير ريسوس بخريستوس بن شويس من جيبي ابن فماس واب مبارك ليتو آمين أكسيوتي آجي مريتي با أرسينو ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين آمين أنستاسي قسيسا على المذبح المقدس الذي لبيعت الله المقدسة بكنيسة القديسة العذراء مريم بالفيوم خنفران فيوت نمم شيرين بفنوماس وافز مروت انديف نوت فيوت بيبانتو كراتو آمين إفز مروج منوغانيس انشير يسوس بيرستوس بنشوي آمين إفز مروج تنجيب منوغانيس انشير يسوس بخريستوس بنشوي آمين
جاب منوجانيس شي يسوس بخريستوس بنشو امين مروت جيب ابن امس وابن بركلي تو أشكرك أيها السيد الرب الله ضابط الكل من أجل كل حال ونمجد اسمك القدوس لأنك صنعت معنا عظام وفدت موهبتك ذات الغنى على عبيدك هؤلاء. نسأل ونطلب إليك يا سيدنا اسمعنا قصة رحمتك وسر بهذه الشرطونية الصائرة لعبيدك هؤلاء من قبل حل روحك القدوس عليهم وقوم دعمة اختيارهم بطهارة بنعمة صلاحك واخترنا معهم للصلاح لكي نعمل ونربح في الوزن ونال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء أجرة الوكيل أمين الحكيم في ظهور ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي ينبغي لك المجد والإكرام والعز والسجود الآن وكل أوان ولدى الدهور كلها أمين.
أصبح